من ترى رأي عيني كل عام ترى رأي عيني سيدي صاحب العصر والزمان كل عام ترى رأي عيني يومها ما جرى للحسين سيدي كل عام ترى رأي عيني يومها ما جرى للحسين صاحب العصر سيدي أدري صاحب العصر سيدي أدري ذبت بالصبر والرزايا مصرعا مصرع ندمعا ندمع قلبك الموجع بالشكايا صاحب العصر سيدي أدري ذبت بالصبر والرزايا مصرع مصرع مدمع مدمع قلبك الموجع بالشكايا سيدي قلبك الموجع بالشكايا أنت في كربلاء إنك الآن دمعك بخدك أنت في كربلاء إنك الآن إنك الآن ماذا دمعك بخدك ثم جئت على تل حيران باكياً لجدك ثم جيت على تل حيران باكياً أو طفلة قد تهاوى رحت أنت تنحن لو زائرا قد نعاه صحت أغي زينب أو طفلة قد تهاوى رحت أنت تنحى
رحت أنت تنحى هاتفا صائحا يا حسين يا حسين أنت في كربلاء إنك دمعك بخد ثم جئت على تل حيران باكيا لجد أنت في كربلاء إنك الآن دمعك بخد ثم جئت على تل حيرة باكيا لجد باكيا لجد لو زائر قد نعاه صحت آه زين رحت أنت تنحى لو زائران قد نعاه صحت آغي زين أو طفلة قد تهاوى رحت أنت تنحى رحت أنت تنحى رحت أنت تنحى كل عام ترى رأي عيلي يومها ما جرى للحسين صاحب العصر سيدي ذبت بالصبر والرزايا مصرعا مصرعا مدمعا مدمعا قلبك الموجع بالشكايا عصري سيدي أدري ذبت بالصبر والرزايا مصرعا مصرعا مدمعا مدمعا قلبك الموجع بالشكايا قلبك الموجع بالشكايا أنت في كربلاء إنك الآن أنت في كربلاء إنك الآن دمعك بخد ثم جئت على تل حيران باكيا لجدك أنت في كربلاء إنك الآن دمعك بخد ثم جئت على تل حيرة باكيا لجد زائران قد نعاه
صحت أخي زينب لو زائران قد نعاخو صحت آهي زينب أو طفلة قد تهاوى رحت أنت تنحت رحت أنت تنحت رحت أنت تنحت ومع العاشرين أنت بالحائرين ومع العاشرين أنت بالحائرين صور وآها نظرة للخيام لوداع الإمام لشجاع اليتيم ومع العاشرين أنت بالحائرين صور وآه نظرة للخيار نظرة للخيار لوداع الإمام لشجاع اليتيم يا أبا صالح هل بكى لما أن بكت يتمى عنده رقية يا أبا صالح هل بكى لما أن بكت يتمى عنده رقية سيدي عذرا صف لنا الأمر صف لنا التوديع ساعة الرزيع يا أبا صالح هل بكى لما أم بكت يتمى عنده رقيع سيدي عذرا صف لنا الأمر صف لنا التوديع ساعة الرزية ساعة الرزية سيدي يا مولاي ومع العاشرين أنت بالحائرين صور وسيدي ومع العاشرين أنت بالحائرين صور واها نظرة للخيام لوداع الإمام نظرة للخيام لوداع الإمام لشجل ومع العاشرين أنت بالحائرين ومع العاشرين أنت بالحائرين صور وآها نظرة للخيام لوداع الإمام لشجاع اليتيم لشجال يتيما يا أبا صالح هل بكى لما أن بكت يتمى عنده رقيع سيدي عذرا صف لنا الأمر صف
حفلنا التودي ساعة الرزي يا أبا صالح حلبك لما انبكت يدمى عنده رقيح سيدي عذرا صف لنا الأمر صف لنا التوديع ساعة الرزي ما انتهى الوداع إنها البداية لم يعود أبوها لم تجد نهاية لم يعود أبوها لم تجد نهاية ما انتهى الوداع إنها البداية ثم ماذا جرى حين كان فردا سيدي صاحب العصر والزمان أجبنا ثم ماذا جرى حين كان فردا ثم ماذا جرى حين كان فردا والعدا بالردى قسقه حقدا ثم ماذا جرى حين كان فردا والعدا بالردى قسقه حقدا هل تراه مدهوى حين بالنزف ارتوى هل تراه مدهوى حين بالنزف ارتوى تنزف الجراح ترتوي الرماح آهي وحسين آهي وحسين آهي وحسين آهي وحسين هل ترى زينب ربة المعالي خرجت نظرة والجواد خالي خرجت نظر والجواد خالي والجواد خالي حين نادت وأخاها وهو ملقى في ثقل حين نادت وأخاها وهو ملقى في ثرى إنه الهجوم واعتدى الظلوم أحرق الخبا وابتدى السبا أحرق الخبا وابتدى السبا آهي وحسين آهي وحسين هل ترى زينب ربة المعالي خرجت نظر والجواد خالي هل ترى زينب ربة المعالي خرجت نظر والجواد خالي حين نادت وأخا وهو ملقى في ثرى حين نادت وأخا وهو ملقى في ثرى إنه الهجوم واعتدى الظلوم إنه الهجوم واعتدى الظلوم أحرق الخبا وابتدى السبا أحرق الخبا وابتدى السبا آهي وحسين آهي وحسين آهي وحسين آهي وحسين ثم ماذا جرى حين كان فردا والعدا بالردى قد سقاه حقد هل تراه مذهب حين بالنزف ارتوى هل تراه مذهوى حين بالنزف ارتوى تنزف الجراح ترتوي الرماح تنزف الجراح ترتوي الرماح آهي وحسين آهي وحسين
آه وحسين آه و هل ترى زينب رب المعالي هل ترى زينب رب المعالي خرجت مدرة والجواد خالي هل ترى زينب رب المعالي خرجت نظر والجواد خالي والجواد خالي حين نادت وأخا وهو ملقا في ثرى حين نادت وأخا وهو ملقا في ثرى إنه الهجوم واعتاد الظلوم إنه الهجوم واعتاد الظلوم أحرق الخباء وابتدى السباء أحرق الخباء وابتدى السباء آهي وحسين آهي وحسين آهي وحسين آهي وحسين ثم ماذا جرى حين كان فردا والعدا بالردى قد ساقه حقدا ثم ماذا جرى حين كان فردا والعدا بالردى قد سقاه هل ترى زينب ربة المعالي خرجت نظره والجواد خالي هل ترى زينب ربة المعالي خرجت نظره والجواد خالي حين بالنسف ارتوى هل تراه مذهب حين بالنسف ارتوى تنزيف الجراح ترتوي الرماح تنزيف الجراح ترتوي الرماح آهي وحسين آهي وحسين آهي وحسين آهي ومأجور نادت وأخا وهو ملقا في ثرى حين نادت وأخا وهو ملقا في ثرى إنه الهجوم واعتاد الظلوم أحرق الخبا وابتدى السبا أحرق الخبا وابتدى السبا وابتدى السبا العدو ينفني وتبقى راية الله جود ذير وحمل ما يهمني والله هل عدو ينفني تبقى راية الله خلها خفى قائبة قل هو الله أحد خلها خفى قائبة قل هو الله أحد احفظ الشريعة شفي القطيعة احفظ الشريعة شفي القطيعة بجسمي الذبيح الراية ما تطيح بجسمي الذبيح الراية ما تطيح بصوتي الفصيح ضم ورفع للسماء شعارا ضم ضم ورفع للسماء شعارا يا حسين يا حسين يا حسين لو يمين انقطع والبرا يسار ضم ورفع للسماء شعارا راية الله اليمين
فدوة خلها والجبي راية الله اليمين فدوة خلها والجبي غالية الأمانة كل الأجل مصانة غالية الأمانة للأجل مصانة بصوتي الفصيح الراية ما تصيح بصوتي الفصيح جود ودرع وحميل ما يهمني والله هل عدو ينفني وتبقى راية الله جود ودرع وحميل ما يهمني والله هل عدو ينفني وتبقى راية الله هل عدو ينفني وتبقى راية الله خلها خف قائبة قل هو الله أحد خلها خف قائبة قل هو الله أحفظ الشريعة شفيه القطيعة أحفظ الشريعة شفيه جسمي الذبيح جسمي الذبيح الراية ما تطيح بجسمي الذبيح الراية ما تطيح بجسمي الذبيح الراية ما تطيح بجسمي الذبيح الراية ما تطيح الله يمين القطع وين بارا يسار ضمها ضم ورفع للسماء شعارة لو يمين القطع وين بارا يسار ضمها ضم ورفع فدوة خلها والجبل راية الله اليمين فدوة خلها والجبل غالية الأمانة كل الأجل مصانة بصوتي الفصيح راية ما تطيح بصوتي الفصيح راية ما تطيح بجسمي الذبيح راية ما تطيح آه بجسمي الذبيح آه إن وحسين غالية الأمانة للأجل مصانة غالية الأمانة للأجل مصانة أحفظ الشريعة شفي القطيعة أحفظ الشريعة شفي القطيعة جسمي الذبيح راية ما تطيح جسمي الذبيح